اهلا بكم مجددا والى التفاصيل. يسابق محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الزمن منذ عودته من رحله العلاج الخارجيه التي لم تكتمل لحسم العديد من الملفات الرئيسيه بالنادي. وفور عودته من الخارج اطمأن الخطيب في البداية على سير العمل في المشروعات الإنشائية في الفروع الثلاثة التي قطع فيها شوطا كبيرا قبل السفر لإجراء العملية الجراحية. عقد الخطيب جلسة مطولة مع كل من المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي والمهندس أحمد عبد الله ممثل جهاز مشروعات خدمة الوطنية بالقوات المسلحة للذين قدم تقريرا شاملا عن الخطوات الفعلية في كافة المشروعات مؤكدين أنه يجرى تنفيذها وفقا للجدول الزمني الذي أعلن عنه رئيس الأهلي في المؤتمر الصحفي الموسع قبل شهرين. وشدد الخطيب مع حديثه مع المستشار الهندسي على ضرورة المتابعة المستمرة ورفع تقرير لمجلس إدارة النادي عقب الانتهاء من كل مرحلة. الخطيب الذي عقد اجتماعا استمر عدة ساعات مع الدكتور سعد شلبي مستشار التسويق بالنادي للوقوف على كافة الأمور الخاصة بمزايدة الرعاية وحقوق البث من الناحية التسويقية. وسوف يعقد جلسة مع الشؤون القانونية لمناقشة الجانب القانوني للوقوف على التصور النهائي للمزايدتين. كما عقد اجتماعا مع إبراهيم عبد الصمد مدير الأكاديمية بالنادي وبحضور كل من عبد العزيز عبد الشافي وعلاء عبد الصادق عضو لجنة الكرة حيث تمت مناقشة التقرير الفني والإداري والمالي المقدم من مدير الأكاديمية وتحديد النقاط السلبية والإيجابية للمشروع. أرجع الخطيب حسم جميع أمور الفريق الأول إلى ما بعد الانتهاء من مباراتي كامبالا سيتي الأوغندي في دوري الأبطال والمحدد لها 16 مايو الجاري ومباراة المصري المؤجلة من مسابقة الدوري والمقرر لها 22 من نفس الشهر. وأكد الكابتن الخطيب أن هناك جلسات مكثفة لتحديد الرؤية المستقبلية للفريق وتدعيمه من كافة النواحي بما يحقق الأهداف المنشودة لكل الأهلوية على الصعيد المحلي والقاري.